صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المعصوم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا من دمه غسله والتراب كافور، ونسج الرياح أكفانه، والرماح الخطي ناشوه، وبقلوب من والاه قبره يا صاحب الشيب الخضيب والجسم السليم والثغر المقروع بالقضيب، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على قتيل العبرات. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لست أنسى وحيدا يستجير ويناديهم ألا المن مجير، لست أنسى وحيدا يستجير ويناديهم ألا المن مجير، ويرى أصحابه فوق الغجير صرعا مثل النجوم الزاهرات، فدعاهم وهم فوق الرغام جثة ما بين شيخ وغلام، نومكم طال فقوموا يا كرام وادفعوا عن حرم الله الطغاة. اسمعوا أصحابي، ما لي يناديكم فلا تجيبون، وأدعوكم فلا تستمعون، أمللتم نصرتي أم لا تعون، بكم قد غدر الدهر الخون ورماكم بسهام الحادثات. لما لم يسمع جوابه وهو الأعلم بأنه لن يسمع جوابه، ولكن يلقي الحجة على الأعداء، هؤلاء أصحابي أناديهم وهم صرعى فلم يبقى معي ناصر، عاد إلى الخيام مودعا. سيد رضا الهندي من أعاظم شعرائنا يصف الحالة: ثم ألوى راجعا نحو الخيام قائلا: مني عليكن السلام، فتهاوينا لتوديع الإمام وتسارعنا إليه قائلاً:
من لنا بعدك يا خيرك في انحدى الحادي ونادى للرحيل وابنك السجاد مطروح غليل لم يطق حفظ النساء الضائعات مصيبة عظيمة لما يا شاعر نكبة دغيا ومن فجعتها أخرجت زينب من خيمتها تصدع الأكباد في ندبتها حين وافت تنادي واخا خرجت تنادي أخي حسين قف لي هنا ما الخبر زينب اسمح أخي أبا عبد الله أنت تمضي إلى أخيك المجتبى وترى أما وجدا وأبا لكن أنا يا حسين وأنا أقبع في ذل السبا ليزيد اللي يراني ورا خويا أنا معدي طبت الديوان ولا كلمت يا حسين عدوان ولا تخدرت مثلي النسوان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم صل على محمد وآل محمد نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن العاقبة وأن لا يخرجنا من هذه الدنيا إلا وهو راض عنا إن شاء الله وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأعظم الله لك الأجر سيدي ومولاي يا صاحب الزمان ونحن في رحاب شهادة جدك الإمام الحسين عليه السلام وعظم الله لكم ولكن الأجر بهذا المصاب الجلل بواقع الحال كان الكلام يدور دائما على قضية أن محور الالتحاق ومحور الفداء في قضية سيد الشهداء تكمن في إدراك عظمة الإمام ولكن لا بد لنا أن ندرك ما هو الهدف المنوط بهذا المقام العظيم إذا كان الفرد العادي مأمور بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكيف بالإمام الذي بينا أنه مقام إلهي جعل إلهي ما هي الوظيفة على مستوى هذا المقام لذلك في مورد الجواب نأتي إلى كلمات لنرفع الغبار لنرفع الضبابية عن معناها حينما يقول الإمام شاء الله أن يراني قتيلا محمد بن الحنفية قال أخي امضي إلى اليمن امضي إلى شعب الجبال تستطيع أن تفر العراق قد يقتلوك قال الإمام شاء الله أن يراني قتيلا قال طيب إذا شاء الله أن يراك قتيلا لما تأخذ النساء قال شاء الله أن يراهن سبايا هذه المشيئة الإلهية هل هي على نحو تعطيل الإرادة والاختيار عند سيد الشهداء وكذلك في مورد آخر يقول الإمام في خطبة مضيه عن مكة وخير لي مصرع أنا لاقيه يعني اختار الله لي مصرعا أنا لاقيه والملفت هنا والجنب اللطيف في هذا الكلام أن الإمام قال أنا لاقيه لم يقل سوف ألقاه أنا لاقيه يعني هنالك اختيار مني لملاقاة ما اختار الله لي وهذا هو عين المشيئة الإلهية
المتعلقة باختيار العبد بحول الله أقوم وأقعد. الله لو لم يبقي ذلك الفيض أنا لا أستطيع أن أتحرك. بمعنى معنى دقيق للالتفات، إذا كان هدف الإمام هو إصلاح الدين كما عبر الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتوقف أداؤها على بذل الدماء، فيصبح بذل الدماء مأمورا به الإمام لأجل كونه مقدمة لتحقيق الواجب، مقدمة الواجب واجبة. والإمام يقول حتى لو توقف هذا الواجب على بذل دمي أنا مقبل، الله اختار لي ذلك. طيب لما ننظر لهذا الجانب إنه الإمام بيبذل هذا الدم بهذا المستوى لأجل إبقاء الدين، تكليفنا نحن شو؟ بيجي شخص بيقول لك مولانا اختنقنا الدين صعب، بالله عليك الذي يريد أن ينال هدفا إن كان على مستوى دراسي أو تجارة أو دنيا مش بيسعى بكل عزمه وبيدرس ليل نهار لأجل الوصول إلى هذه المرتبة؟ ولما بيقولوا له بتربح هذا المبلغ وتصل إلى هذا الرقم وتريد أن تصل إلى التجارة العليا ليل نهار، ليش ما بيقول والله متعب ما خلص بيوقف معش بكفة؟ لأنه هونيك مشخص الهدف، والقضية تكمن في تشخيص الهدف وتشخيص الخوف، الحذر مما هو عقاب. الإنسان دائما بيتحرك ويدفعه العقل من جهة أن يحذر مما هو مقبل عليه، لما بيشخص بيمشي. سيد الشهداء يبذل دمه لأجل هذا الدين. وأختم للمضي إلى المصاب، زينب هذه بتحط على كل أخت من أخواتنا، على كل امرأة تضع حجة زينب. انظر زينب بماذا اعترضت على يزيد، شوف أول أمر زينب تعترض به، قالت أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك نساءك وجواريك وقد أبديت وجوهنا، وجوهنا بينتم. زينب تستعظم أن تبدى الوجوه، هذا درس لكل أخت على مستوى الحجاب والتمسك بالعفة. ولذلك بذل أصحاب الحسين أنفسهم في هذا السبيل وفي سبيل ما أراده الحسين، يعني في سبيل الله. ولذلك وهب النصراني، وهب الذي التحق بالحسين حينما وقف الحسين في كربلاء يقول هل من ناصر ينصرنا لوجه الله، متزوج حديثا وهب، زوجته تقبض على أطراف ثوبه، يا وهب لا تمضي، أمه تقول بني امضي قاتل دون أبناء الأنبياء. وهب له قصة طويلة والآن لا يسعنا الكلام لقولها. مضى وهب يقاتل في كربلاء، بعد شوي بيسمع قاتل يا وهب فداك أبي وأمي، عاد وجد زوجته، أمت الله الآن كنت تمنعينني وأضحيت تشجعينني وما الخبر؟ قالت يا وهب لا تلمني، إن واعية الحسين كسرت قلبي، رأيته قابضا على شيبتي وهو ينادي هل من ناصر ينصرنا لوجه الله. مأجورة زوجتي عودي إلى المخيم، قالت أبدا أقاتل إلى جنبك. قال أبا عبد الله قل لزوجتي أن تعود، لا أحب أن تخرج أمام الأجانب. قال أمت الله كتب على الرجال القتال ولم يكتب عليكن، عودي إلى المخيم. قالت أبا عبد الله أخاف أن يقتل زوجي وأن أسبى من بعدي. شوف الجواب من أصعب مواقف كربلاء. الإمام يقول لها أولا ترضين أن يكون مصيرك كمصير زينب وبناتي؟ قالت سيدي أو زينب تسبى؟ قال بلى بلى من مكان إلى مكان. وهكذا الأصحاب بأجمعهم يبذلون أنفسهم، حبيب الذي يعلم أنه يقتل بالمواثيق بالموازين أصلا المادية، واضح أن الشهادة واقعة ويعلم أن الرأس يقطع،
ومع ذلك لا يرى نفسه مستحقا لرد السلام من زينب. حينما نادته عليك السلام يا حبيب صار يحث التراب على وجهه ويقول من أنا من أنا حتى تسلم علي ابنة أمير المؤمنين، أنا منين وتسلم علي بنت المرتضى علي حامي الحمية، وهاي مخدرات عباسية. الحسين الحبيب الذي يبكي في وسط المعركة، وحينما يسأله الحسين عن سبب بكائه يقول إنما أبكي للحوراء زينب وكيف تسبى من بعدك. هكذا كان الأصحاب. أختم بهذا المصاب: كلكم أسيادي تحافظون على خيال زينب، على حجاب زينب، على شعور زينب، على مقام زينب، وعلى مقام الإمامة وسيد الشهداء. لكن أتدرون ما الذي رأته زينب في ذلك اليوم؟ أبيات الدعاء. زينب نزلت حينما قتل الجميع واستشهد، نزلت إلى ذلك الجسد تنظر إليه أماه يا فاطمة، تقولين شميه في صدره، قبليه في نحره، تعالي انظري شو، وين الصدر وين النحار. تقل لغار حبيبك عالغبرة جثة سليبة وموذرة، قومي دخيلك يما يا زغرة. ما الخبر بني زينب؟ نوح على الشبل تخضب، ونوح على الجسم التسلب، وابكي يا يما بونا على نحرة. اسمعي لما يا فاطمة، الصدر يا حزينة من طحين، وسكنة بنت عال جسيم توين، خويا من طريح بلا دفين، جيبي يما لال ولي كفان. حسين عالغبرة يسيل دمه، حسين نشفي جروحه يا يمه يا يمه، حسين قوم انداوي ابو اليمه. عذرا يا صاحب الزمان، بعد ماذا تقول لأمها؟ قومي يا يما لحسينيك وخضب بدمه، كفينيك ولطمي يا يما لجلاع لعينيك. هذا حبيبي فارقني وحدي يا يما ضيعني، قومي دخيلك لحقيني وينيك. انا يم الحسن يم تعالي، وشوف كربلاء بحالي. لابد في مورد خدر زينب أن نختم بهذه الأبيات، ولو أنه قلنا تلك أبيات الدعاء، لكن حينما ترد على خدر الحوراء لابد أن تذكر أمير المؤمنين الذي كان يحافظ على خيالها. زينب في ذلك اليوم اتجهت ناحية النجف: أبا أنا التي حافظت على خيالها، تعال انظر الآن الأعداء تشير، هذه ابنة أمير المؤمنين. تقل لي يا ابويا شمال الناس تتفرج علي، أنا علي أنا يا
نعمة عانى يا ابويا لي صد لي انا يا وسف الدغار هالخان بينا بينا ولينا نذبح واحنا نسبينا إلهنا نقسم عليك بأعز الخلق لديك يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل فرج وليك الإمام المهدي اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك احشرنا مع محمد وآله الطاهرين لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اخذل من خذل الدين اهلك إسرائيل وأعوان إسرائيل وكل من يريد الأذى بالمجاهدين المؤمنين يا رب العالمين انصر المجاهدين ثبت أقدامهم سدد رميتهم احفظهم فردا فردا وفقهم لما تحب وترضى لتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان للأرحام المنسيين إلى أرواح الشهداء إلى أرواح مراجعنا العظام لا سيما إلى روح الإمام الخميني لقضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.